ومتابعته لتدريبات فريقنا الأول لكرة القدم واستعداداته للمتبقي المباريات المتبقية من مشواره وتألقه وصدارته للدوري الممتاز هذا الموسم، وإن شاء الله يحسمها من خلال المباريات القليلة المتبقية. زميلنا كريم أحمد مراسل قناة الأهلي، مساء الخير يا كريم وأهلا بيك. كل التحية ليك زميلي محمد الجندي، برحب بيك وبرحب بالأستاذ إبراهيم حجازي طبعا. أهلا بيك يا كريم، قول لنا آخر التطورات، الكواليس، أخبار الفريق، كل ما هو جديد رصدته وتابعته من خلال وجودك مع الفريق في التدريبات. كالعادة طبعا أستاذ محمد، استعدادات على قدم وساق بكل جدية وإصرار وروح ومعنويات مرتفعة بشكل كبير جدا لدى لعيبة النادي الأهلي، والإصرار وهدف طبعا زي ما احنا عارفين لكل الجمهور هو بطولة الدوري العام، مرحلة أخيرة، مرحلة فيها تحديات كبيرة جدا. بين في التدريبات يا استاذ محمد بنشوف يمكن اصرار جديه، كمان تحذيرات مستمره من الجهاز الفني بعدم الخشونه في اللعب، لان الكل عنده روح كبيره جدا. التدريبات بتنعكس بشكل كبير على اللعيبه، وبنشوف كمان في المباريات بعد الدقيقه 90 في تركيز لاخر ثانيه نظرا لاهميه هذا الموسم الصعب جدا. لو بتكلم معاك على تدريب فريق النادي الاهلي، اكيد من بدايه شهر رمضان بيكون الساعه 9 ونصف مساء اجتمع مستر مارتن لاسارتي المدير الفني باللاعبين قبل انطلاق المران، مباريات تحفيزيه وكلها طبعا حديث عن اهميه مباراه الاسماعيلي، المباراه القادمه مباراه في برج العرب بدون الجماهير، لكن كل المباريات بالنسبه للنادي الاهلي مباراه كؤوس، وده اللي يمكن بينقله كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سامي قمصان، كابتن محمد يوسف لكل اللاعبين مرحله مهمه جدا، ومرحله الحسم خلاص الفتره القادمه مرحله حسم لبطوله الدوري، فمحتاجه قلب من حديد، محتاجه جديه، ده اللي بياكد عليه وبيتكلم عليه بشكل كبير جدا الجهاز الفني في كل المحاضرات. النهارده كمان لو بنتكلم على الجرعه التدريبيه، يمكن جرعه تدريبيه قويه فيها جزء بدني مع مستر الكساندرو مخطط الاحمال، جزء ايضا كمان خططي وتكتيكي لمستر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الاهلي. يمكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها التدريب شغال، التدريب بدا طبعا 9 ونص، تدريب في المرحله الاخيره، مرحله التقسيمه في نص ملعب بيكون في نهايه المران، يعني الجهاز الفني بيحاول ان هو يطبق بعض الجمل التكتيكيه مع قراءات الفيديو المستمره لمباريات الاسماعيلي خلال المرحله الماضيه، وبالتحديد المباراه الاخيره كمان لمباراه الاسماعيلي. في شغل كبير بيبذل من الجهاز الفني للوقوف على الثغرات، نقاط القوه والضعف، وبيطبق كمان في ارضيه الملعب، بيحاول الجاهزيه كمان الفنيه والبدنيه والطبيه للاعبين. يا كريم ده امر مهم عايزين نعرف تفاصيله، الصفوف مكتمله ولا لا، مين متغيب للاصابه او عدم الجاهزيه، كل التفاصيل الخاصه باكتمال او نقص بعض الاسماء او عدم القدره على المشاركه في المباراه القادمه. لو بكلمك على الاصابات او اللعيبه العائده بالتاهيل او اللي لسه مطوله شويه، يمكن نقدر نقول سعد سمير وكريم نزل طبعا ليهم برنامج مطول بالنسبه للاصابات، لكن يتبقى احمد الشيخ وعربي بدري. يمكن عربي بدري كان عنده جهاز في العضله الضامه وكان الفتره اللي فاتت بيأهل بشكل كبير، بينزل تدريجيا. عربي بدري واحد من الناشئين للنادي الاهلي اللي بيأدي اداء مميز جدا مع فريق النادي الاهلي خلال التدريبات، بينضم لهم كمان احمد الشيخ. يمكن احمد الشيخ في المرحله الاخيره بياخد ايضا كمان في التدريبات الجماعيه جزء بسيط جدا، كل تدريب بيكون في جزء ليه الدافع بيه ان شاء الله خلال المرحله القادمه. علي لطفي كمان باكد عليه حارس مرمى للنادي الاهلي، علي لطفي ايضا كمان بيشتكي طبعا من الاجهاد، علي لطفي ما بيشاركش في التدريبات مع كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى، عقد ايضا كمان مباراه الاسماعيلي هيبدا ينضم مع احمد الشيخ وعربي بدري. كان عندنا اصابات كثيره زميلي محمد خلال الفتره الماضيه، لكن تدريجيا الحمد لله العدد قل بشكل كبير، يعني هي 3 اصابات، لكن كل اللعيبه بشكل كبير حالتهم البدنيه، حالتهم الطبيه يعني في اعلى معدلاتها ان شاء الله باذن الله، وتنعكس عليهم في مباراه الاسماعيلي القادمه اللي ان شاء الله تكون مباراه من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. بشكرك جدا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، شكرا جزيلا لك. راي حضرتك استاذ ابراهيم في